مساء الخير تلاميذي الحلوين، مساء الخير يا أبطال، كل عام وانتم بخير وعطلة سعيدة عليكم إن شاء الله. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. هسه في البداية نشوف الحضور. تلاميذ وقت الدخول سجل الحضور بالشات. حسن علي افتح الكاميرا، عبد الإله أيضا، عرضة آزاد، داني علي، مصطفى بشار، رافع أحمد. مشتاقة لكم يا أبطال. أريج حارث، أحسنتي حبيبتي. عبود ليش ما ملتزم بالزي؟ عبد الله غسان، هاجر محمد، أبو الحسن، فهودي، غياض، أي معاذ، عبوسي أيضا افتح الكاميرا، زينب حيدر كذلك، سيف ذي الفقار، سارة حيدر، محمد أنس، محمد باقر، يوسف، لمار. تلاميذ اليوم إن شاء الله سوف نكمل سلسلة الدروس التفاعلية لمادة الرياضيات معكم معلمة المادة روبا خليل من مدرسة القيم الابتدائية الأهلية. هسه ما ننسى أهم قوانين الصف الإلكتروني، أنتوا أكيد ما ناسين أهم قوانين الصف الإلكتروني وأهمها وأول الالتزام بالزي المدرسي. أول شيء نبتعد عن الضجيج من حولنا، تكون بمكان هادئ، ونستمع إلى المعلمة بتركيز أكيد، ونستأذن قبل التحدث، وندون الملاحظات المهمة، ونفكر ونجيب مفردنا، ونلتزم الهدوء خلال الجلسات الإلكترونية. تلاميذ اليوم إن شاء الله أنا راح أدخل وياكم بالفصل التاسع اللي هو فصل الكسور، ويعتبر من أهم الفصول. درس لازم أراجع الدرس السابق، فهسه أنا راح أراجع لكم آخر موضوع أخذناه اللي هو كان العدد المفقود. زين، ومن بعد إن شاء الله ندخل بالكسور، وراح تشوفون الكسور جدا سهل. في البداية مراجعة الدرس السابق، إحنا أكيد لازم نسترجع المعلومات السابقة اللي أخذناها. تلاميذ هسه انتبهوا، راح اراجع العدد المفقود. اذا كان لدينا هذا العدد الاول ظهر امامكم 65 زائد مربع فارغ، يعني اكو عدد مفقود يساوي 150. ماذا قلنا في العدد المفقود؟ كيف نستخرج العدد المفقود؟ نستخدم دائما الطرح. دائما العدد المفقود ارجع واقول يحب الطرح، ما يحب الجمع. عن طريق علامة الطرح من نطرح راح نستخرج العدد المفقود. زين، هسه احنا ايش قلنا بالعدد المفقود؟ العدد الاكبر دائما بالطرح، احنا متعودين دائما ماخذيها، وين يصير اول واحد بالطرح؟ زين، العدد الاكبر ناقص الاصغر يساوي العدد المفقود. اين هو العدد الاكبر؟ 150 هي اكيد اكبر من 65، ناقص العدد الثاني هو الأصغر 65. هسه راح أطرح أمامكم عمودي، وهذا حليته بالطريقتين الأفقي والعمودي حسب رغبتكم أنتو. زين، صفر ناقص خمسة الآحاد مع الآحاد لا يجوز، أذهب أخذ من العشرات، العشرات سوف تصبح 40 والآحاد سوف تصبح 10. هسه كبرة الآحاد، 10 ناقص 5، طلع 10 على أصابع يدك وضم 5، يتبقى 5. من بعد أنتقل إلى مرتبة العشرات، 4 ناقص 6 ما يصير، شلون راح نكبره؟ راح ناخذ من المئات. زين، أعيد تسمية واحد مئات إلى 10 إلى واحد عشرات. زين، فراح يصير 14. زين، قلت لك صعد الأربعة فقول 10 بصفر راح يصير 14، ما قلت 5، أنا ما دا أخذ واحد، أنا دا أسحب 10. زين، 14 ناقص 6 أكيد يصير، راح أشوف على عشرات العدد الثاني اللي هو هذا 6، يريد يوصل للأول إلى عشرات العدد الأول 14، خلي 6 بعقلك وعد على أصابع إيدك، يتبقى 8، أي تحتاج 8 لكي تصل إلى 14. هاي سوى تذكرون أكيد خطوات الطرح، خليت الستة بعقلي وعد على أصابع عيدي من بعد الستة، 7 8 أكمل لحد ما أوصل 14، طلعت 8. والمئات هي 0، لأن 0 ناقص 0 وصفر ما له قيمة، كتبتها فوق. زين، هسه انتبهوا لي على الطريقة الأفقية أيضا نفس الحالة، العدد الأكبر ناقص الأصغر. العدد الأكبر أين؟ 150،
ناقص 65. تلاميذ من الطرحون دائما أفقي، تتذكرون إذا تتذكرون بالجمع الذهني أني من نطيتكم، دائما قلت لكم المراتب مثل الآحاد والآحاد، سوي هاي الخطوط اللي هسه أني دا أسويها أمامك على مود تميز، مو تروح تطرحي الآحاد والعشرات، راح يصير الناتج عنده كله خطأ. هسه أنا وصلت الآحاد ويا الآحاد، آحاد العدد الأول مع آحاد العدد الثاني، انتبهوا يا أبطال، صفر ناقص خمسة أكيد ما يصير، راح يكبر نفسه عن طريق العشرات، راح يصير أربعة وهاي عشرة، عشرة ناقص خمسة تشوفون بالسهم الآحاد ويا الآحاد، خمسة أذهب إلى العشرات، أربعة ناقص ستون ما يصير، يروح على المئات، المئات راح يصير صفر، وهاي راح يصير أربعة عشر، العشرة بصفر، زين. الستة هاي كم تحتاج لكي تصل إلى الأربعة عشر؟ تحتاج ثمانية. مثل ما شفتون عدد المفقود أيضا 85. هذا المثال كذلك، سأطلب مشاركة من أحد الأبطال. يلا يا أريج حارث. نعم سانسي، أهلا وسهلا يا أريج. أهلا وسهلا. لديك هنا عددين، احنا قلنا بالعدد المفقود فقط عددين، لديك 367 والعدد الثاني 234، يا هو الأكبر على مود نخليه أول واحد؟ 367. ممتاز، قلنا دائما بالطرح الأكبر هو أول واحد، لأن العدد المفقود يحب الطرح، زين. هسا العدد الثاني يا هو الأصغر؟ 234. ممتاز، السوياج حلي لي عمودي، سويت عمودي. هسه الاحد والاحد حبيبتي، سبعة ناقص اربعة يكفي اصابع ايدي السبعة، وضمي اربعة جد راح يبقى عندك ثلاثة. ممتاز. من بعد انتقلي اطرحي مرتبة العشرات، ستة ناقص ثلاثة. ثلاثة. ممتاز، اي ستون ناقص ثلاثون، يتبقى 30. اطرحي لي مرتبة المئات، 300 ناقص 200، 3 ناقص 2، واحد. 100، عافية أحسنتي، 133. ابقوا وياي يا أريج، هسه حولي لي على الطريقة الأفقية، راح أسوي لك الخطوات نفس الخطوات. يلا حبيبتي، هسه الآحاد ويا الآحاد، 7 ناقص 4 شقد؟ تشوفين؟ نعم نعم حبيبتي، طلعي سبعة كفي أصابع إيدك، ثلاثة. أحسنتي. هسا أوصل لك سهم العشرات مع العشرات، عشرات العدد الأول مع عشرات العدد الثاني، ستة ناقص ثلاثة كم؟ ثلاثة. أحسنتي. هسا من بعد المئات ويا المئات، ثلاثة ناقص اثنان، واحد. عفي أيضا كذلك، 133. أشكرك يا أريج، وبارك الله فيك حبيبتي. تلاميذ مثل ما شفتوا أنا مثالين اتطرقت إلى مثالين وحليتها بالطريقتين أفقيا وعاموديا، صار واضح يا حلوين؟ تلاميذ هسه انتبهوا لي على الكسور، الكل يركز وياي، هسه أنا ما أريد أي شيء من عندكم، فقط انتبهوا لي على الشاشة واسمعون صوتي. تلاميذ شنو معنى الكسور؟ ماذا يعني الكسر؟ هسه أنت من تسأل نفسك ما تسأل نفسك ماذا يعني الكسر؟ الكسر، معنى الكسر هو تكسير الشيء الواحد إلى عدة أجزاء فنسميها كسورا، يعني أنت الكسر مثلا أنت في حياتك اليومية على سبيل المثال راح أعطيك مثال، أفرض أنت عندك كسة تفاحة، تفاحة وحدة أنت من راح تقطعها، هاي معناتها هذا معنى الكسور، هم نفس الحالة من نتقطع بالرياضيات هذا يصير كسر، من نتكسر الشيء أو تقطعه راح يصير كسر بالرياضيات. معنى الكسر هو تكسير الشيء الواحد، الشيء الواحد تقسمه إلى أجزاء متساوية، فبالرياضيات هذا الشيء التقسيم راح نسميه كسر. زين، شوفوا الشاشة راح تفهمون أكثر. لدينا هذه الفراولة أمامكم، هسا الفراولة وحدة، أنا كتبت واحد، هسا هذا الواحد مو كسر، هذا واحد صحيح، هذا نهائيا ما يعتبر كسر، زين، هسا أجي أقسم الفراولة إلى نصفين، ده تشوفون قسمتها،
ايش ده تشوفون؟ صارت نص بنص. هاني سويت قسمته الى جزئين متساويين. زين، هذا الجزء ايش نسميه؟ هذا الجزء نصف، وهذا الجزء الاخر ايضا نصف، لان صار نص بنص. اعتبر ان عندك فراوله ده تقسمها بينك وبين اخوك. هو اخذ جزء نصف من انت. واحد يسالك يقول جطيت لاخوك، ما تقول انا اعطيته فراوله، انا اعطيته نص، لان انت قسمته بينك وبين اخوك وانت اخذت نص، فراح نسميه نصف. زين، انا هذا الكلام شلون اترجمه بالرياضيات؟ راح اكتب واحد. وكيف نكتب هذا الكسر؟ أنا أريد رياضيات، رياضياً شو راح أكتب هذا الكسر؟ يعني كل نصف شو راح أكتبه؟ واحد، خط الكسر اثنان. هسه سألوني ليش كتبت هيجي؟ هاي الواحد اللي فوق اللي نسميه البسط، وهسه أجيكم خطوة خطوة شنو معنى البسط؟ شنو معنى المقام؟ لكن هسه انتبهوا لي، هاي الواحد اللي فوق يعني هذا الجزء، الجزء هذا اللي أخذته. خط كسر على اثنان. أنا بالأساس قسمت الفراولة إلى كم؟ إلى اثنين. تشوفون أمامكم أصبحت جزئين، فكتبت جوا اثنان، يعني هذا نصف، هذا نصف. فأني من كتبتها بالرياضيات، واحد خط كسر على اثنان، يعني هذا نصف الفراولة، مو فراولة كاملة. هذا النصف هم كذلك نفس الحالة، واحد يعني هذا جزء واحد. خط الكسر على اثنان، العدد الكلي جيد اثنان. زين، الكسر يحتوي على رقمان، وهسه مثل ما انتم شفتوا امامكم رقم فوق ورقم جوا. الفوق راح نسميه البسط، هذا الرقم الفوق تسميه البسط الواحد. وخط الكسر هذا الخط اللي بالنص نسميه خط كسر. والاثنان اللي جوا شو نسميه؟ نسميه مقام. شو نسميه؟ والرقم باللي بالاسفل نسميه مقام. يفصل بيناتهم خط الكسر. فهذا الجزء راح نسميه، وهذا خط الكسر. والكل، الكل يعني الاثنين، يعني انا بالاساس من قسمته الى اثنان اكتب كل التقسيمات اللي انا كتبتها بالمقام. الفوق اسميه بسط، خط الكسر، والجوا اسميه مقام. زين، هسه انتبهوا، لدينا زملاء اثنان تشوفوهم امامكم، وعندي تفاحه واحده بالمائده. زين، هم اثنان، انا لازم اقسم بيناتهم بالتساوي، ما يصير واحد اعطي اكثر او اقل. فايش راح اسوي؟ راح اقسم هذه التفاحه امامكم، هي واحد صحيح، قسمته، شفتوا بالسهم كيف اشرت؟ هذا اخذ نص وهذا اخذ نص. فراح اكتب واحد خط كسر على اثنان. ليش كتبت اثنان؟ لان اني قسمت الى جزئين. اذا تقسم الى اربعة تكتب جوا اربعة. المقام الرقم الجوا تكتب التقسيمات اللي انت سويتها. هسه مو قسمت جزئين، تكتب بالمقام اثنان، تمام؟ والنصف الاخر كيف نكتب الكسر الى البسط اللي هو الجزء، والكل تحت الرقم اللي تحت المقام، وهذا الخط اللي بالنص نسميه خط الكسر، والنصف الآخر أيضا واحد على اثنان. هذا نصف وهذا نصف. زين، لدينا أيضا هنا أربعة الزملاء، إيش عندنا؟ أربعة الزملاء، ولدينا هذه البيتزا اللي تشوفوها أمامكم. زين، هم سحالين أربعة أمامي، لازم أقسم هاي البيتزا إلى أربعة أجزاء متساوية، على مود كل واحد أعطيه قطعة. تشوفون هسه أنا هاي كتبت واحد، يعني هي بيتزا واحدة. ها، هسه راح أقطع هاي البيتزا إلى أربعة أجزاء متساوية، كل واحد أخذ ربع. زين، كم يمثل كل جزء من هذه الأجزاء؟ زين، يمثل جزء واحد من مجموع الأجزاء الكلي اللي هو أربعة. هسه هذا شوف مال هاي البنية كتبت واحد، يعني هذا جزء واحد من البيزا، مو البيزا كلها. خط كسر أربعة، ليش كتبت أربعة؟ قولي ساسي أنت قلتي لي من أقسم أكتب على أساس التقسيم الجوا، كتبت أربعة، صار معلوم؟ وهذا أيضا يمثل جزء واحد على أربعة، كل واحد منا جزء واحد على الكل، التقسيم الكلي أربعة. تشوفون هذه القطع البيزا الصغيرة كل وحدة جوادها أكتب واحد على أربعة، يعني جزء واحد من أربعة أجزاء. فهذا راح أسميه ربع،
شو نسمي الكسر ربع؟ أيضا مثال إضافي آخر، لدينا هنا أيضا ثلاثة زملاء، عندي كيكة واحدة راح أقسمها بيناتهم، ما طول هم ثلاثة إيش راح أقسمه؟ إلى ثلاثة أجزاء متساوية، هذا أخذ جزء وهذا الجزء وهذه البنت أيضا جزء. زين، من أجي أكتب الكسر شو راح أكتبه؟ كم يمثل كل جزء من هذه الأجزاء؟ هذا واحد على ثلاثة، يعني جزء واحد من أساس ثلاثة. زين، هذا أيضا جزء واحد من مجموع الأجزاء الكلية اللي هو ثلاثة. أنا بالأساس ما قسمت إلى ثلاثة، ما تكتب لي واحد على اثنين، أنا قسمت إلى ثلاثة. صار واضح يا حلوين؟ راح أسميه هذا الكسر، أرجع مرة أخرى، هذا راح أسميه ثلث. انقسم إلى خمسة أجزاء نسميه خمس، انقسم إلى أربعة أجزاء نسميه ربع، وهكذا. تلاميذي الحلوين، استنتبهوا وياي شلون نطبق هذا الشيء بالرياضيات، يعني كيف نطبق رياضيا. انتبهوا وياي يا حلوين، لدينا هذا المثلث، سويت قسمته إلى جزئين متساويين، كيف أكتب الكسر لكل جزء؟ أكتب هذا الجزء في البداية الكسر إلى واحد، خط الكسر على اثنان. لماذا؟ لأن أنا هذا جزء واحد، قلت لكم البسط أكتب فقط الجزء اللي هو جزء نسميه البسط، وهذا خط الكسر لون تبلون مميز على اثنان. ليش؟ لأن أنا قسمت إلى جزئين متساويين. اتذكر الكيكة مكتبت بمقام ثلاثة لأن قسمت إلى ثلاث أجزاء، اتذكر البيزا مقسمت إلى أربعة أكتب بالمقام تحت أربعة، يعني بالمقام تكتب كل الأجزاء، أما بالبسط فقط الجزء. الجزء الآخر أيضا واحد على اثنان. زين، نصف، هذا نسميه نصف. مثال آخر، هذا الشكل قسمته إلى كم؟ إلى ثلاثة أجزاء متساوية. شلون أكتب الكسر لكل جزء؟ هذا الجزء واحد على ثلاثة، هذا الجزء أيضا كذلك واحد على ثلاثة، أيضا والجزء الثالث هم كذلك، هذا جزء واحد فقط، جزء واحد. تشوفون كيف خط كسر على ثلاثة، هذا إيش أسميه؟ ثلث. زين، لدينا هذه الدائرة كذلك، سويت قسمت إلى أربعة أجزاء متساوية، كيف أكتب الكسر لكل جزء؟ انتبهوا يا تلاميذ، لكل جزء، هذا جزء واحد على أربعة، هذا أيضا هم جزء واحد على أربعة، والثالث هم واحد على أربعة، كل واحد منه يمثل جزء، كل واحد منه شيء يمثل جزء، مثل ما قسمنا البيزا أمامكم، هذا نسميه ربع، كل جزء ربع. تلاميذ استنتبهوا وياي، أيضا لدينا هذا المستطيل كذلك، كم جزء أنا مقسمته أمامكم؟ شوفوا استزين وانتبهوا لي، كم جزء أنا مقسمته إلى هنا؟ مقسمت هذا المستطيل إلى أربعة أجزاء متساوية، فشون راح تكتب الكسر؟ ولون الجزء واحد، إيش سويت؟ لون الجزء واحد بالبسط، إيش راح أكتب واحد؟ ليش؟ لأن بالبسط قلنا فقط نكتب الجزء، أنا ما طول لونت لك جزء واحد فقط، يعني معناته جزء واحد، هذا الملون جزء واحد، بالبسط تعتمد تكتب الجزء الملون، إذا ألون لك اثنين تكتب البسط اثنين، ألون لك ثلاثة تكتب ثلاثة، أنا لا لونت فقط جزء واحد، من أجي أكتب الكسر لهذا الجزء واحد خط الكسر، هسه أجي بالمقام أحسب كل الأجزاء الملون والغير ملون، هسه كم جزء عندي؟ خلي نحسب، تلاميذ سووا مثل طريقتي على مدة خربطون، راح أحسب كله، شوفوا حسبت الملون وراح أحسب الغير ملون، لأن كل الأجزاء من أنا قسمتها اثنان ثلاثة أربعة، أكتب بالمقام تحت أربعة، فوق كتبت البسط جزء الملون، خط الكسر بالمقام أربعة، يعني هذا الواحد على أربعة يمثل جزء واحد اللي هو مال الجزء الملون، تمام؟ كل واحد منه يمثل جزء، هذا نسميه الجزء اللي هو الباص، وخط الكسر الأربعة هو الكل هو المقام. هسه من بعد هذا المثال المشاركات حتكون لكم، يلا يا أبطال. هذا المثال انتبهوا وياي للمشاركات، مثل ما وعدتكم حتكون لكم. لدينا هذا المربع راح أقسمه وراح ألون جزء واحد، هسه أريد تلميذ بطل أو تلميذة، يلا يا تمارا. نعم
سانسي. أهلا وسهلا يا تمارا. أهلا. يلا حبيبتي، كيف أكتب الكسر لهذا الشكل؟ هسه بدي أحس بيلي بالبصل شكتب. أكتب فقط أعتمد على الجزء الملون. كم جزء ملون أي لونت أمامكم؟ بس اللون الأصفر، اللون الأصفر بس واحد يعني. عافية راح اكتب واحد فوق خط الكسر. حسبي لي هسه كل المربعات الصغيرة كل الأجزاء ايش قد؟ يعني حتى الملون؟ اي كله ينحسب، الملون والغير ملون. اي اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ممتاز، 1 على 9. قلنا هذا الرقم الفوق شو نسميه؟ البصل وخط الكسر وجو المقام. صار واضح يا تمارا؟ إيه. أشكرك وبارك الله فيك يا حبيبتي. يلا يا فهودي. نعم سانسي. يلا حبيبي هسه مثال آخر. يلا يا فهودي، شلون أكتب الكسر لهذا الشكل؟ بالبداية الرقم الفوق البساط تعتمدوا لي فقط الجزء الملون. زين، إيش كم جزء سأي لونت أمامك؟ واحد. عارفي اكتب واحد، اخلي خط كسر. هسه احسب لي كل الاجزاء كلها ايش قد؟ 6. عارفي ممتاز، بارك الله فيك حبيبي فهودي. قلت لكم تلاميذ بالمقام تحسبوا لي كل الاجزاء، لان اتذكروا اذا نسيتوا اتذكروا الكيكه وتذكروا البيتزا، اني من قسمته بين الزملاء حسبت كل التقسيمات. صار واضح يا حلوين؟ هسه انت مثلا اذا قسمت تفاح الى 4 اجزاء يصير من واحد يسالك يقول ايش قد قسمته؟ تقول له 3. لا، لازم تحسب كله، تقول انا قسمته الى 4. صار واضح؟ يعني بالمقام تحسبوا لي كل الجزء الملون والغير ملون، لكن فوق بالبسط فقط تعتمدوا لي على الجزء الملون. لأن البسط قلنا الجزء والمقام هو الكل. هسه هذا نسميه الفوق نسميه البسط، وخط الكسر والرقم اللي تحت نسميه المقام. أيضا لديكم هذه الدائرة قسمت إلى أجزاء ولونت فقط جزء واحد. أيضا سأطلب من؟ يلا يا فاطمة الزهراء. نعم سانسي. أهلا وسهلا يا فاطمة حبيبتي. يلا هسا فوق شكتب بالبسط الرقم الفوق على الجزء الملون، كم جزء أنا لونت؟ عافية واحد. خط الكسر هسه حسبي لي كل خط الكسر. عافية، ايش قد هسه كل التقسيمات؟ حسبي الملون والغير ملون. 1 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز، بارك الله فيكي واحسنتي يا حلوة، ما شاء الله عليكم. زين، لدينا هذا مثل ما سمعتوا زميلتكم فاطمة الزهراء بالبسط كتبنا 1. ليش 1؟ لأن نعتمد فقط على الجزء الملون. ألون لك 2 فوق تكتب 2، ألون لك 1 تكتب فوق 1. خط الكسر نفصل البسط عن المقام بهذا الخط نسميه خط الكسر، هذا جدا ضروري. ما يصير تكتب بصورة عشوائية 1 وجواها 8، لازم تخلي خط الكسر نفصل رقم المقام على رقم البسط. زين، هسه كل الأجزاء ايش قد؟ الملون والغير ملون تحسب 8. أرجع أعيد، هذا البسط نسميه الفوق وخط الكسر وكل الأجزاء ونسميه المقام. هذا السؤال مسويته على شكل خيارات الكم، 1 على 5 و1 على 6 وهذه المربعات الصغيرة ولون الجزء 1. هسه يا هي الإجابة الصحيحة 1 على 5 أم 1 على 6؟ يلا يا لمار. نعم سانسي. يا هي الإجابة الصحيحة حبيبتي 1 على 5 أم 1 على 6؟ ستة. 1 على 6. ممتاز، بارك الله فيكي،
راح أسحب الكسر. الإجابة الصحيحة 1/6، وحذفت 1/5. أشكرك يا لمار، بارك الله فيك حبيبتي. شفتوا يا أبطال، لين 6 مربعات صغيرة جوا 6، ولونت فقط آني جزء واحد بالبسط، كتبنا 1، فالإجابة الصحيحة هي 1/6. أيضا لدينا 1/3 و2/3، وهذه المثلثات الصغيرة أمامكم وجزء واحد. أيضا يلا يا محمد علي. نعم سلامتك. يلا حبيبي، أين هي الإجابة؟ 1/3 أم 2/3؟ 1/3. عفية، أحسن، 1/3 هي الإجابة الصحيحة، بارك الله فيك حبيبي. تلاميذ، هنا 3 مثلثات جوا، قلنا المقام نحسب كله، وفوق 1 لونت آني فقط جزء واحد لمحمد، يعني الإجابة الصحيحة هي 1/3 مثل ما سمعتوا زميلكم، وليست 2/3. هسا راح أفتح الشات، تلاميذ فقط اللي عنده سؤال استفسار اكتب لي بالشات، من بعدها راح ننتقل إلى حل تمارين الكتاب. فتحت الشات، أي تلميذ عنده سؤال استفسار شي ما فاهم يكتب لي بالشات، وراح نحل الصفحة رقم 150. تمام هاجر الشاركين حبيبتي. هسه انتبهوا لي تلاميذ على فقرة أتعلم، ده شوفون تلاميذ، أنا هنا عندي دائرة، ش عندي أنا هنا دائرة زين، وكاتب هذا الكسر أمامه 1/3، هاي شنو معناته؟ معناته هو ملون جزء واحد، هسه راح أحسب كل الأجزاء أمامكم 3، فبالمقام كتبنا 3، قلت لكم ما تنسون تحسبوا لي الجزء الملون والغير ملون، زين، وهسه بالبساط إيش قد؟ 1، لأن ملون فقط جزء واحد، فكتب بالبسط 1، وخط الكسر بالمقام 3، لأن هو بالأساس من قسم الدائرة قسمها إلى 3 أجزاء متساوية، فهذا الكسر نسميه ثلث، شو نسميه؟ ثلث. صار واضح يا أبطال؟ هسه ننتقل إلى حل فقرة أتأكد، هنا هذا أنا راح أحله، ومن بعدها المشاركات حتكون لكم، ركزوا وياي. هذه الدائرة مقسمة إلى 4 أجزاء متساوية، بالبسط ده تشوفون كاتب 1/4، ليش 1/4؟ ملون فقط جزء واحد، بالبسط ما ننسى نكتب فقط الجزء الملون، ملون 1 تكتب 1، ملون 2 بسط تكتب 2، زين، خط الكسر 4، ليش 4؟ لأن مقسمة إلى 4 أجزاء متساوية، ده تشوفون أنا كتبتها بالأرقام، على مود تشوفون من أني أتكلم. زين هسه هذا الرقم 2، اطلب مشاركه من احد التلاميذ. يلا يا عباس. نعم سانسي. اهلا وسهلا عبوسي. يلا حبيبي، عندك هذا الشكل، شلون اكتب الكسر لهذا الشكل؟ بالبدايه خطوه خطوه، هسه شو اكتب بالبسط فوق؟ 1. ممتاز، زين اني جزء واحد ملون بالاصفر اشرته بالسهم، زين احسب لي هسه كل الاجزاء الملون والغير ملون ايش قد؟ 5. ممتاز، بارك الله فيك حبيبي. تلاميذ، زميلك اللي شارك انتبه وياه، هسه عباس ما قال لي 4، حسب الملون والغير ملون، بالمقام تحسب لي كل الاجزاء، ارجع اعيد واقول مثلا اذا كان بيزا، اذا كان كيكه، تمام؟ زين، هسه النقطة رقم 3، أيضا أطلب مشاركة من أحد التلاميذ. يلا يا أبو الحسن، وافق على الطلب حبيبي. نعم
فرنسي. أهلا وسهلا حبيبي. يلا كيف أكتب هذا الكسر لهذا الشكل أمامك؟ إيش راح أكتب بالبسط؟ فوق يعني، فوق أخط الكسر. عفي أحسن، زين. تلاميذ أرجوكم تركوا الشات. لحظة حبيبي، سوف أغلق الشات فقط على الحضور، تحجوا لي بالشات، واضح يا أبطال؟ انتبهوا وياي. زين، بالمقام إيش راح أكتب؟ سبعة. عارفية ممتاز، ينحسب كل الأجزاء سبعة. أشوف إيش عندكم بالشات يا حلوين. عبد الله غسان عندك سؤال؟ تمام. تلاميذ الشات نحتاجه بالحضور، من عندكم السؤال أنا أفتح لكم الشات. ركزوا وياي يا حلوين، عوفوا لي الشات. أشكرك حبيبي. عفوا يا بطل. هسه تلاميذ هذا الشفت الأول من فقرة أتأكد منطينا الشكل ونكتب الكسر على أساس الشكل، لكن انتبهوا لي على الجزء الثاني من السؤال، ولون الجزء الملون الجزء الذي يمثله الكسر. زين، شوفوا هنا هو مطين الكسر، أنا ألون على أساس الكسر. هنا واحد على ستة، هو مقسمه إلى ستة أجزاء، بس من كاتب واحد على ستة، يعني شنو معناته؟ يعني يريدني ألون جزء واحد. جبت الفرشة ولونت فقط جزء واحد. شفتوا كيف؟ هسه نقطة رقم خمسة لكم، أيضا أطلب مشاركة. يلا يا غياث. أهلا حبيبي. غيات تسمعني؟ إيه. يلا ابني، واحد على ثمانية ومطيك هاي دائرة، عن شنو معناته؟ لازم كم جزء ألون؟ يعني بس جزء واحد. بارك الله فيك حبيبي، أشكرك يا غيات. مثل ما شفتوا يا حلوين، مثل ما قلت النقاط الثلاثة الأولى يعطيني الشكل وريدني أكتب الكسر، لكن النقاط الأربعة وخمسة وستة هو يعطيني الكسر واني على أساسه ألون الشكل، لون الجزء الذي يمثله الكسر. زين، النقطة رقم ستة، واحد على عشرة، يعني لازم كم جزء ألون؟ تلاميذ الجزء الملون تعتمد لي على البسط، صار واضح؟ هسه يلا يا كوثر. نعم سانسي. يلا حبيبتي، واحد على عشرة، يعني كم جزء لازم أني ألون هنا؟ جزء واحد. عافية ممتاز، أحسنتي، جزء واحد، لون الجزء واحد. تلاميذ اللي هنا كملنا فقرة أتأكد، راح أبقي الشاشة أمامكم دقائق قليلة، نقل الحل بالكتاب، واللي ما يلحق يكمل أدز الحل على الجروب. راح أفتح الشات هسه، اللي عنده السؤال يتفضل. يلا يا حلوين، اللي ما فاهم شي، نقطة استفسار سؤال، إذا عن مشاركة الكل يشارك، لكن مثل ما تعرفون وقت الجلسة ما يسمح لي 45 دقيقة. أتمنى الكل يشارك، لكن وقت الجلسة ما يسمح، لكن تدللون اللي ما يشارك على هذا الدرس أكيد راح يشارك على الدرس القادم. حسن علي عندك سؤال؟ هسه أجيك ابني. محمد أنا شنو 150؟ الصفحة رقم 150 قصدك على الصفحة؟ نعم، الصفحة رقم 150. عندك سؤال؟ هسه في البداية أذهب إلى حسن، عنده السؤال، وأبو الحسن أيضا عنده السؤال، وياسر أيضا كذلك عنده السؤال. يلا يا أبو الحسن، شنو هو سؤالك؟ نعم. نقطة أربعة وخمسة وستة ملونين؟ لا نعم حبيبي، لونها مثل ما أنا ملونة أمامك، هسه أنا حليتها وياكم. مثل ما أنا ملونتها أنت ملونها.
أذهب إلى. يلا يا حسن، شنو سؤالك حبيبي؟ كان في سؤال إنه هذا يصير دزي على الجروب. تدلل ليش ما يصير؟ هسا من كم الأدزة؟ وإذا نسيت ذكرني حبيبي، تمام؟ أوكي سانسي. تدلل. زين. يلا يا أبطال، أرجع لكم مرة أخرى، لي عنده السؤال. راح أكمل فقرة أحل. الصفحة اللي مقابلها 151، نكتب الكسر لهذا الشكل. يلا يا يوسف. يلا حبيبي يوسف مصطفى. أرجع لك مرة أخرى يوسف إذا ما متهيئ. محمد أنس. نعم جانسي. يلا حبيبي، كيف أكتب الكسر لهذا الشكل؟ هذا شو نكتب بالبسط؟ الرقم اللي بالبسط على شو نعتمد؟ واحد. ممتاز، جزء واحد. زين، كل الأجزاء إيش قد بالمقام؟ إيش قد كلها؟ إيش قد مقسمة؟ ثلاثة. ممتاز، بارك الله فيك حبيبي. زين، هسه أكمل النقطة رقم 8. يلا يا أريج ميثم. نعم سانتي. يلا حبيبتي، النقطة رقم 8 خلي أظهرها إليك. يلا، شو راح أكتب الكسر؟ الرقم اللي فوق الجزء الملون، إيش قد ملون هو؟ واحد. أكتب واحد. زين، هسه كل الأجزاء إيش قد إلى إيش قد مقسمة هذا الشكل؟ ستة. بصراحة ممتاز، أحسنتي، بارك الله فيك يا أريج. أحسنتم يا أبطال. زين، هسه النقطة رقم 9. قلنا ما ننسى، أعيد وأقول المقام تحسب كل الأجزاء الملون والغير ملون، لكن بالبسط فقط تعتمد على الجزء الملون. هسه النقطة رقم 9. يلا يا فاطمة نهات. نعم شانسي. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا وسهلا. يلا، شو اكتب فوق بالبسط؟ كم جزء ملون؟ واحد. عافية، زين، هسا كل الأجزاء ايش قد؟ حسبي لي كله ايش قد مقسمة؟ على كيفك وحسبي لي الملون والغير ملون. ها حبيبتي. واو. 12 حبيبتي، شوفي أنا مرقمت يعني الأجزاء كلها مرقمتها لكم، وشوفوا 12، حسبي الملون والغير ملون. أشكرك يا فطومة. هسا أنتقل إلى الجزء الثاني من السؤال، لون الجزء الذي يمثله الكسر. زين، هسا ويطين الكسر واني ألون على أساسه 1/4، كم جزء لازم ألون يعني؟ يلا يا عبد الله غسان. كم جزء يعني ألون؟ 1/4، يعني شقد لازم ألون؟ جزء واحد. عفية، من اللون نعتمد على البسط، على الرقم اللي فوق اللون على أساسه. أحسنت حبيبي. هسه النقطة رقم 11، 1/5. يلا يا علي الرضا زاد. نعم سانسي. أهلا حبيبي، كم جزء ألون؟ ألون واحد. ممتاز، هو مطلوب واحد فوق. بالجزء الملون تعتمد لي فقط على البسط، تلون على أساس الرقم اللي بالبسط. زين،
يلا يا أسر عقيل، أعتقد كان عندك سؤال. زين عندي سؤالين، السؤال الثاني مو سؤالي يعني بس. إيه؟ زين يعني الواحد لما يسأل شلون يجاوب، يعني هو هيك يجاوب، يعني مثلاً يقول أنا من هذا وهيكي. ايوه هذا الاسئله حبيبي ماذا يعطيك الشكل وتكتب الكسر على اساسه، لكن هسه شوف هذا اللي شفت الجو، هذا السؤال الجزء العشرة والاحدى عشر، شو مسوي؟ هو يعطيك الكسر وانت تلون على اساسه. عرفت. ايه هو قصدك الاسئله على الكسور، هذا هو حبيبي، ماكو غير شيء. زين هسه نقطة رقم 12 حلها وياي، 1/7 باوع، هنا مطيك الكسر ولازم انت تلون الشكل، ما طول 1/7 ايش كم جزء اي لازم الون؟ بس جزء واحد. عافية، ممتاز، بس جزء واحد. اشكرك يا ياسر. تلاميذ المدى تشوفون بالنقطة رقم 7 مثلا والثمانية والتسعة، هو يعطيكم الشكل وتكتبون الكسر على أساس الشكل، لكن النقاط 10 و11 و12 شنو؟ مطيكم الكسر تلون الشكل على أساس الكسر. زين النقطة رقم 13 1/9 يعني كم جزء ألون؟ 1 لو 2. يلا يا محمد علي. نعم سانسي. الله حبيبي، أهلا وسهلا. كم جزء لازم ألون؟ ناني؟ اي كم جزء؟ اي 1/9 ألون 1 جزء 1 لو جزئين. واحد. عافية، ممتاز، بارك الله فيك، ألون 1 جزء 1. أشكرك يا محمد. أشار 1/11 يعني كم جزء ألون؟ 1. عافية، قلنا جزء الملون يعتمد على البصر. أشكرك يا صوفي، بارك الله فيك حبيبي. تلاميذ إلى هنا انتهى وقت جلستنا لهذا اليوم، وتحياتي لكم جميعا، كانت معكم المعلمة رفاق خليل من مدرسة القيم الابتدائية الأهلية.